هؤلاء هن ملائكة الرحمة، الممرضات والقابلات في مختلف ميادين العمل ومختلف المواقع، تقمن بأدوار مختلفة ومهام عظيمة عبر تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية. شكرا لكم. قصة عطاء لا مشروط ولا محدود، وما زال لحديث الحب أجمل بقية وأعظم أثر. وهكذا دوما عهدناهن. ومن أجل خدمات صحية شاملة ومتكاملة، تقدم الممرضة أدواراً مهمة وتقوم على تسهيل الوصول للخدمات الصحية. يعد التمريض مهنة إنسانية نبيلة في هذه الحياة. تتواجد الممرضة في جميع المجالات الصحية وتعتني بجميع أفراد الأسرة، ولها دور كبير في تحسين جودة الخدمات ومراقبة المخاطر الصحية. وهذه الرعاية مستمرة وتقدم لجميع فئات المجتمع في الصحة والمرض. شكرا لكم.